متابعين طرابلس العيد بالرغم من كل الظروف المناخيه القاسية علينا هون، وبتابع حديثي مع الاستاذ محمد مراد نائب المحامين بطرابلس والشمال. كنا عم نحكي عن نوع من لجنه يعني شكلتوها لحتى تقدروا تساعدوا الناس اللي ما عندهم قدره انه يستخدموا يعني او يتوجهوا لمحامي يكون عندهم وصول لألكم. 100% نقابه المحامين لانه بتعتبر حالها معنيه بالدفاع عن الحريات وعن حقوق الانسان والفقراء بالدرجة الأولى، فشكلت لجنة اسمها لجنة السجون. نعم. إضافة إلى مركز المساعدة القانونية، ولهيك نحن لقينا أن السجون في لبنان تعاني ما تعاني، ونهار الأحد الماضي نحن ونقابة بيروت قدرنا نفوت على السجون ونشوف الحقيقة ونشخص الحالات الموجودة على مختلف المستويات. التقطنا 5 حالات فعلا يعني القلب يعتصر، وهون لقينا في تحفيز إلينا أكثر ومسؤولية أكبر. يعني شو الحالات مش عم بتكون موجودة؟ نحن لقينا حالات مثلا على سبيل المثال، طلعنا نحن على السجن القبي ونقابة بيروت طلعت على سجن رومي، لقينا مثلا حالة في ناس موقوفة عليها 100,000 غرامة مش عم تقدر تدفع، واحد موقوف سبب انه منه عم يقدر يدفع هذا المبلغ. في عنا مشكلة بموضوع طلبات تخفيض العقوبات. قد بيكون له محبوس مثلا كرمال مثلا بيكون له شهر شهرين موقوف وما حدا بيرد عليه مشان هذا الموضوع، لا 300,000 400,000. في عنا موضوع الغرامات، ان نحن بدنا نلاقي لها حل، ما بيجوز. نحن موضوع تسريع المحاكمات، موضوع تخليه السبيل، موضوع الكفالات تبعيتها، موضوع كمان الوضع الصحي والبيئي بقلب السجن، اضافه الى انه نحن اشتغلنا على خطين بهذا الموضوع. وهلا بلشت اللجنه على مستوى الشمال واللجنه على مستوى بيروت عم تفرز كل هي الاستبيانات حتى نقدر نشتغل على الارض بطريقه كثير سريعه وبطريقه كثير عادله ومنصفه. يعني ما بيجوز واحد يبقى سنه بدون ما يكون عنده جلسات، فهيدي كمان عم نحاول نحن نضبط كل هذه الامور. وفتنا على كل السجون بالشمال وخاصه سجن القبه اللي فيه حوالي 800 موقوف إضافة إلى باقي السجون، وعم نعمل خطة عمل على الأرض بعد نهار الأحد. وبعتقد نحن من اليوم هلأ اليوم حتى تحديدا كان عندنا اجتماع بقلب النقابة مشان لجنة السجون. الشق الثاني من الموضوع، نحن كمان نقابة المحامين ما بتقبل أنه واحد فقير بدون محامي، فنحن ما هذا الحديث من 11 شهر عم نشتغل عليه، وبدليل اللي من أيام 17 تشرين لهلأ الثورة نحن فتحنا خط ساخن على الناس لكل واحد بيتعرض لأي توقيف أو أي احتجاز. والحمد لله كمان المركز قدر يقوم بعمل جبار بهذا الموضوع، ما بدي غالي الكلام، في 142 بين محتجز وموقوف قدرت النقابة من خلال المركز أنه نقدر نعالج لهم وضعه. أستاذ محمد رح أرجع لعندك، بس خلينا انتقل عند ألا عندك بعد حالات كثيرة، خلينا نشوف شو عندك هلأ. نعم، راني نعود في هذه الفكرة المستمرة دائما لنسلط الضوء على أشخاص فعلا بحاجة لنا اليوم، وكل لبناني اليوم عم يشارك في هذه الحملة لننجحها لنساعد على قليل هؤلاء اللي عم يتواجدوا معنا اليوم. بدنا نشكر أيضا السفير الإماراتي حمد الشامسي اللي عم ياخذ اليوم محل الدولة، محل الأب اللبناني والأم والخي. شكرا لدولة الإمارات وشكرا لك شخصيا. لبنات أيضا حالة البنتين الصغار اللي شفناهن منذ لحظات قليلة، شكرا جدا لك. كمان عندنا حالات جديدة، يعني كمان اسم الله ابنك، انت عرفنا اكثر عنه. هيدا يحيى مرعشلي عنده مشكلة عنده ضعف نمو. نعم. بياخذ ابر اومنيتروب، بده 10 ابر بالشهر، وعنده كل جمعة جلسات علاج حسي حركي ونطق وصعوبات تعلمية. انت قلت لي عنده للتنين، اذا ما بتلحقوا بيتراجع. صح، لازم نرجع نعيد السايكل تبعه، السايكل تبع الابر لازم نرجع نعيد. حق الابره؟ العشر ابر، هو بياخذ 10 بالشهر، حقهم 1,260,000. اذا ما اخذ هالابره شو بيصير؟ يعني مصيره متعلق في هذا العلاج، يعني او بيرجع لورا. نحن صرنا 4 سنين قاعدين عم نتابعه، وهو كليته من مجهودي انا، وكنت من فتره موظف بشركه كنت مضمون، فكنت اعمل له الابر ولا احلى من هيك. هلا ما في لا ضمان ولا وزاره، اذا بدي اعمل ملف بدي كيف ما كان 3-4 اشهر لحتى ارجع بلش له بالعلاج، فبدي اضطر ارجع اعيد التحاليل كلياتها من الصفر. صرنا 4 سنين عم نضحي لحتى وصلنا لهون الحمد لله. كان واقف. شو بدك تقول؟ ما تستحي قول بدك اياه. يلا قول بدك اياه. اول شيء نعد عليك وكلنا اليوم معك لنوصل لك صوتك ولترجع حياتك طبيعية بعد 18 سنة، إذا تابع العلاج شهرياً 10 سنين، إذا 10 سنين وبيخلص علاج يحيى، بيصير إذا بيتابع العلاج
بالتوقيت يحيى دلو ست شهور واقف النمو تبعه ولا شيء. هلا نحن من 4 سنين لليوم كليته عم يرجع يطول ويرجع ينمى من جديد، وكل الحواس عم تشتغل صح. يحيى بحاجه كمان لمدرسه خاصه بتهتم بالذوي الاحتياجات الخاصه. برم فيك دولاب الحياه، قلت لك ان اوضاعك منيحه. انا بشتغل شغلتين، بشتغل شوفير تاكسي وانا عندي بسطه كعك على ساحه النور. بدك تلحق بقى؟ طبيعي طبيعي، بهيك وضع صار كتير 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 لورا، والدواء تبعه بيذبح. بس شو بتقول اخر كلمه لك؟ طلع يلا يحيى، شو كنت عم تقول؟ بدي اعيش مثل كان عم بيقول، بدي يعيش مثله مثل غير أطفال، صح؟ مثلي مثل غيري. شكرا. معنا جمال. جمال شفتوه معنا على قناة الام تي في عدة مناسبات، من الأشخاص اللي عنده كمان ذوي احتياجات الخاصة وهو مقعد، ولكن ما فرق الساحة ساحة النور من أول نهار. جمال أنت اليوم كمان ضيفنا لنوصلك صوتك مرة جديدة، لأنه كمان خبرنا عن حالتك بشكل سريع. انا بالنسبه لوضعي انا عندي اعاقه، هيدي مبينه، ولا بقدر اشتغل ولا شيء. تعلمت بس ما قدرت كفيت علمي، وربيت اولادك وبعتوا على المدارس. وزت الحمد لله وربيت، وهذا هلا عندي بيتي بالاجار. يعني كان الولد اول شيء الله يرحمه كان يصرف علي وكان يساعدني، هلا ما عندي حدا. والبطاقه اللي عملونا بطاقه الشؤون قشطونا اياها، وبطاقه المعاقين ما عم نستفيد. ليش قشطوك اياها؟ عم يدرسوا وضعي هلا. وضعك واضح جدا ومقعد حضرتك، وفي كمان بروتيز اذا مش اجري، هيدي ثابته ما بقدر اتعجها. وحتى فيها مشاكل يعني بده النمو، يعني منذ الصغر. لا كان عمري سنتين صار معي مثل طرف شلل وهذا، وهلا في عندي اجري تنتين انا بلبس فيهم مشدات، اذا ما بلبسهم هول بتورم اجري بصير ما بقدر امشي عليهم، وكل 6 أشهر بدي اغير مشدات. كل الشعب اللبناني وكل المغتربين اللي عم يسمعونا من خارج لبنان عم بيسمعوا كل حالات، وفيكم تساعدوهم عبر اتصال على الرقم الموجود باسفل الشاشه. خلينا نستقبل عائله كمان طرابلسيه لنحكي عنها. كم مش حضرتكم تفضلوا اذا بتريدوا. اليوم في كثير ناس اجوا لعنا على هذا المكان ليوصلوا قصته، كمان قصه حريق صح؟ حريق. نعم، انتم عائله كلكم، كم واحد محروق؟ اثنين. شو صار بالضبط لوصلوا لهذه المرحله؟ ماس كهرباء، شعل بيتي بماس كهرباء، احترق اولادي كلهم. نعم. وما تلقوا العلاجات المناسبه او اذا بدك العمليات اللازمه؟ العمليات اللازمه ما تلقوا ولا يعني حاولوا كثير هيدي تروح حالها، تنتحر، تموت حالها كرمال عم بيعيروها ورفقاتها بالمدارس. انت حلوه شو ما كنت، لا بتموت حالك، لك عم تفكري هيك؟ قولي احكي. لانه رفقاتي كلهم عم بيتمسخروا علي، بيعايروني بالحروقه، وما في حدا يتطلع فينا، بدنا حدا يتطلع فينا بقى. في كثير عالم اليوم عم بيشاهدونا عبر قناه الام تي في. ما تبكي تعال عندي، ما تبكي. روقي شوي، عم يسمعوك كلهم، وما حدا بقى يعيرها بالمدرسه، لانه ليك قديش حلوه هي، وهيك حلوه كثير ما حدا عيرها بقى بالمدرسه. اذا عم تسمعونا والمسؤولين والقيمين بالمدرسه لازم دائما يهتموا بهيك حالات ويخلون يشعروا بانه بدك تجي تشتغلي معنا بالتلفزيون قد منك حلوه، هالقد حلوه انت ما تبكي. طيب خبرك شي حلو، في حدا انضاق لانه هو عنده بنات كثير حلوين كمان، وقال انه هو ما رح يقبل انه تضلها هالقد زعلانه. انت قد ايه عمرك؟ 9 سنين. وبدك تنتحري بعد ما بلش عمرك الحلو، والعمر ما بينقاس بالشكل الوجه ولا بالجلدة. لك هي كمان نفس الحاله رانيا. اوكي، اخوها كمان ايديه. اذا كمان وصل كمان. ما بدي شو بتحلمي؟ شو بدك تعملي؟ شو حابه تصيري بالحياه؟ شو بدك تعملي بحياتك؟ دكتوره. رح تصيري دكتوره وتعملي تجميل للناس، ما هيك؟ صح. وما تخليهم يزعلوا ابدا، كل واحد فيه اشياء بشعه، بس مهم شو القلب والروح. بس حتصيري دكتوره ورساله كمان سفيره، حامله معك رساله لكل الاطفال يتعذبوا بصغرك، انت اليوم حاملتيها للمستقبل. وطلع عم تقول لي كرانيا اتصلوا اشخاص ليتوكلوا فيكم، هي وخيا كمان. كلهم محروقين. عنا 10 ملايين ليره على يعني يعني كنا حابين كمان نساعد الكل، بس انا يعني هيك شيء وكلنا عنا يعني انا عندي بنت كمان، ويعني قلبي عن جد هيك تقطع. و10 ملايين ليره
اكيد بتساعد، واكيد ان احنا كمان بنطلب من كل الاطباء، وهلا رح بيكون معنا كمان نائب الاطباء، انه كمان هن يساعدوا. يعني ما فينا نحاسب بشكل طبيعي مثل ما بنحاسب حدا رايح يعمل عمليه تجميل. يعني صح. بقى بليز يعني تاخذوا بعين الاعتبار هالحالات، هيدي حالات صحيه، صحه نفسيه وصحه جسديه وحياه كلها بدها تكمل، مش تجميل هيك. يعني عم نحكي الدوله غائبه ولكن نحن موجودين والعالم موجودين واللي عم بيسمعنا، اذا قادرين فعلا تساعدوها وتساعدوا اخواتها وهيدا الظغطور ليقوموا بالعلاج كمان لك قد اعمارهم. يعني صراحه نحن اليوم واقفين مع ناس عندهم عزه نفس كثير كبيره، ولكن اجوا لانه ما في حدا، هي الدوله اللي تهتم فيهم. يعني اذا فيكم ما تقصروا وتصلوا على الرقم الموجود باسفل الشاشه لنساعد هالعائله الكريمه يلي عن جد فعلا نزلوا، لانه يمكن ما عندهم اي مكان اخر يروحوا عليه بقى. صح؟ شو اسمك؟ ما عندنا حدا، لا، لانه طلعنا على اساس بدنا نعمل برنامج قام ما استقبلونا، قال ما في هلا امكانيات السهوله. هلا اكيد رح نسمع من بعد الشؤون، وقفوها كرمال الحكمه تبعتهم، وقفوا لهم اياها لانه منهم بحاجه لألا. ألا نحن بحاجه لألا. شوي مع مصطفى نشوف شو زعجه كمان لمصطفى. مصطفى انت شو بيزعجك؟ شو بيوجعك؟ في شيء بيوجعك؟ شو بيوجعك؟ من شو بتنوجع مصطفى؟ حرام موجوع كمان مصطفى عم بيقول من شو بتنوجع؟ من جروحاته كمان موجوع؟ بيوجعك هول الجراح؟ بيوجعوك الجراح؟ خبرنا بيوجعوك؟ يلا ان شاء الله حدا يسمعنا هلا على الهاتف ونعيد كلنا سوا ونسمع العيدية تكون انه علاجكم وتقدروا تخلصوا من هذا الوجع الموجود. فرجينا الضحكة الحلوة. ضحكة دخلي. رانيا عندك بعض ضيوف؟ انا عندي بعض ضيوف. اوكي رجعي لمكانك، انا حاخذ بعد حالي وحده لكينا. تفضل استاذ. كمان قلت لي اليوم انت عندك كمان حاله انسانيه، تفضل اذا بتريد. يعني فعلا متاثر شوي مع الحالات، قد فينا نقدر نقف لنسمع عن جد وجعكم. سمعنا هالوجع العيله الحلوه كثير، انت كمان عندك وجع، تفضل. يعني انا هلا واقف بس لازم اقعد لاقدر احكي من الكهرباء باجري. انا من 2012 ساكت وعم بجاهد واشتغل، ماني عم بقدر بقى اعمل شيء من الوجع اللي باجري. انا هلا في طب بتركيا بتشوفوا نفس الوجع اللي انا فيه، بيساعدوك بتشيلوا الوجع كله كهرباء هلا باجري. انا شلل الاطراف كامل. نحن وزير الشؤون الاجتماعيه عم بخلينا نشحط حق الكوش، انا بحط كوش ما بيستحملني الله كتب لي، انا بحط كوش بحط تمييل ما بحس بشيء. فات رصاصه طلعت من هون، كل همي اني عم بهرب عيلتي بجبل تبانه. نحن شباب التبانه وجبل محسن كل شيء مقعد فيه اضرب مني، ما حدا عم يتطلع فيه ولا حدا عم يحكي عنه. انا جاي لوصل صوته لحتى اسمه كريم محمود خالد صهيوني. والله العظيم من 2012 انا هلا مرتي عندها كهرباء بالراس وابني عنده كهرباء بالراس وعندي ثلاث اطفال. انا ماني مستعد يوم يجي علي يوم، انا بقتل حولي ولا يجي علي يوم وابني يلا يعطيني 1000 ويقول له يا ابي. انت عم تشتغل كمان عم تبيع قهوه صح؟ قهوه. وهلا اذا بتشوف الموتوسيكل سوري رغم ذوي الاحتياجات الخاصه واعاقتك مستمر بانك تعيش بكرامه. بكرامه وانا طالع على موتيري واهلي ما بدهم هالشيء، لانه انا عاد ما بقلب. اذا بتشوف الموتوسيكل ما بقى عم يمشي من الشتي، بده غيار ما بقدر اعمل شيء. انا شو المطلوب اذا اليوم عم بيسمعونا كمان ناس من لبنانيين فاعلين الخير ومن ناس من عالم الاغتراب؟ انا ما بقى، انا اللي بطلبه من هالاويدم هيدي ومن المغتربين ومن كل شيء طيب بلبنان، دولتنا انقطع عن الامل، نحن عندنا الاويدم الطيبين. انا بدي موتوسيكل، انا طالب شغل بدي موتوسيكل اشتغل. كمل شغلك ما عم تطلب مصاري. عم بطلب بس انه حق هالكوش ما عم بقدر اجيبه، كوش وعلبه تمييل كل خمس ست ايام بدي اياها ما عم بقدر اجيبها. تقريبا عم نحكي عم تحكي ب 39000 تمييل كل 7-8 ايام وثلاث اربع كياس كوش. واطفالي الاربعه عندي واحد منهم كهرباء، ثلاثه عندي واحد منهم كهرباء وامه كهرباء. طيب انا هول اذا ما حدا انا الله عم يعينني، بس انه اذا ما في اويدم انا ما فيني اعمل شيء. وانت مثل منك شايف السنة عم بقول لك من 2012 انا عم بعوني. والله صفحه تركيا كل يوم بفوت عليها وببكي لانه سفر. فكر وصلت رسالتك. خلينا بس نطلب من الناس اللي عم يسمعونا كمان يساعدوا خينا هون موجود هون يلي رغم يعني وضعه الخاص استمر وناضل بالحياه. لذلك على طول بقول عن اهل طرابلس مناضلين فعلا محرومين ولكن عزه نفسهم كثير كبيره. خلينا ننتقل مع رانيا مع ضيوف جديده ونحن موجودين هون في هذه الخانه اذا بدكم لنضل نسمع وجعكم ونكون معكم. طرابلس العيد مستمرين في هذا النقل المباشر. شكرا الا وشكرا لكل الناس يلي عم يتبرع، شكرا لهالشخص يلي مش حابب حتى انه يقول اسمه، اكيد الله يحمي له اولاده ويحميه ويرد عنه. وكل الناس يعني اللي عم يتبرعوا، في ناس عم يتبرعوا ب 10,000 ليره وب 50,000 ليره وب 100,000 ليره مشكورين. وكلنا بنعرف انه عمل الخير ما في شيء بيعطي فرح
قده وما في شيء هيك بيعطي مثل حمايه للانسان قده. استاذ بشير يعني بعرفك انسان عاطفي ايضا وتاثرت كثير بهالحالات يلي عم نشوفها، اليوم ليه عم بيصير هيك؟ شو اللي بيمنع طرابلس انه تكون مثل تركيا او مثل اي بلد سياحي؟ يعني ما في كل شيء موجود. اليوم طرابلس عندها كل المقومات لتكون عاصمه بكل معنى الكلمه. لما كان يسموها عاصمة لبنان الثانية مش عن عبس، اليوم حتى طرابلس اليوم فيها مرافق إذا بيتم استغلالها، وما بنعرف ليش نحن من 20 و 30 سنة لليوم مثل كأنه في شيء قرار، وأنا ما بحكي سياسي بتعرفي، ولكن ما فينا ما نقول ليش كأنه في حصار، ليش الأي بي سي مصفية طرابلس صار لها عشرات السنين عم بتصدي بأرضها، معرض رشيد كرامي اللي بيستوعب آلاف فرص العمل لا يزال كمان غير مستغل، مرفق طرابلس، المطار روني معوض، كل هالاشياء. انا هون لابد يعني بعرف صار وقتنا ضيق، لابد اني اتوجه بالشكر لسعادة سفير الامارات حمد الشامسي الصديق العزيز، وهذا شيء مش غريب لا على سعادة السفير ولا على دولة الامارات، ولكن بتمنى انه هالمساعدات اللي عم بيقدمها سعادة السفير تحفز بعض اثرياء طرابلس وانهم يكونوا اليوم عم بيشاركوا ويكونوا عم يساعدوا هدول الناس اللي عم نشوفهم. ما بعرف كيف يعني انا للصراحه انا كابن طرابلس وقت اللي بشوف في اخوتي بهيدي المدينه عندهم هيدي المعاناه ما فيني الا ما يعني اول شيء كل التضامن والتعاطف معهم واعمل المستحيل لحتى اقدر اكون عم بوقف حدهم ضمن الامكانيات اللي انا عندي اياها. وان شاء الله كمان هالمساعدات من البلدان الصديقه تكون عم بتحفز يعني دولتنا نحن انه تشتغل، يعني خلص بقى مساعدات مؤقته وقتيه، يعني اليوم هالمساعده قد ايه رح تدوم؟ انا بدي اسمح لحالي معلش بس في شغله انه ذهنيه انا بشتغل كنت ولا ازال عم بشتغل فيها ببعلبك، كنت دائما دق كل ابواب الجهات المانحه من منظمات دوليه، من منظمات امم متحده، من ان جي اوز وغيره، بس بملفات ما بنجي نحن ما لنا شحاضين. انا بيجي بقول انا في عندي مدرسه متصدعه، بروح عند تنفترض اليونيسف بقدم له ملف كامل مع دراسه كامله وبساعده، بس نحن كمان لازم يكون في حدا عنده مبادره ويعرف شو يطلب ومن مين يطلب، وبعدين يعرف كمان يكون عنده مبادره انه يكون انتربرينور كمان. يعني اليوم عندنا استاذ بسام، يعني اليوم عندنا معرض رشيد كرامي عم بيتصدع، وكنا عم نحكي من شوي انه بلشنا نشوف تشققات وهيدا المعرض بالذات يلي هو بيقدر يوظف يمكن نص اهالي طرابلس ويكفي قد ايه فينا نقول لنقول على المدى الطويل. شو بدك تقلنا عن هالموضوع؟ قلت لي بتحب تقول كمان فكره. انا حقيقه بدي ارجع انهي من اخر شيء وصل له سعاده المحافظ، انه بالنهايه طرابلس في عندها مقومات كثير، بس كمان طرابلس منسيه مش من 30 سنه، انا بقول من زمن الاستقلال لحديت هلا. بيحكونا بالانماء المتوازن، لا مش موجود بطرابلس. طرابلس يمكن بدها كثير مبادرات موجوده لقدام. هلا عم مثل ما عم نحكي بكثير امور، يعني نحكي بمعرض طرابلس انه صار في بقلبه تشققات وانهيارات، وهذا الانهيارات صارت بتمس هالأهم معلم تاريخي موجود حديث بلبنان كله سوا، وأنا بلاقي أنه هو بالعكس فرصة كتير مهمة بتقدر تدفع بالسياحة. مع ما نعرف نقدر نوصل لحتى نستفاد، أنه عم نوقع قدام المشكلة وما عم نعرف وين الحلول، لأنه ما عم نعرف أساس المشكل. لا لا، أساس المشكل صارت معروفة، ونحن كلياتنا سوا بأكثر من مناسبة قلنا نحن متكاتفين كلياتنا سوا مع بعض لحديت ما نعمل ملفات ونحطهم قدام الجهات المسؤولة. أنا بالعكس من خلال برنامجكم بجي بقول إنه خصوصا الأماكن الأثرية اللي حكينا عنها كثير ونحكى عنها كثير اليوم، وصار في إعانة كثير كبيرة، وبس تطلع أي عاصفة شوي خايفين على كامبات موجودين. مزبوط. لأنه أنا بقول لك بطرابلس بعد آخر كشف في 63 بيت بيخوفوا، و63 بيت هن ساكنين، يعني في بقلبهم سكان، يعني 63 حالة معقول يكونوا خطرين، و63 يمكن يؤدوا لنوع من المشاكل. مين مسؤول قانونيا استاذ عن هالموضوع وشو يعني عن المخالفات عن التقصير؟ وبدنا نحكي شو عن السجون هيك سريعا قبل ما نختم. طبعا يعني المسؤولية القانونية معروفة، يعني اليوم نحن في عنا بلدية بالدرجة الأولى، في عنا وزارة الثقافة، مديرية العامة للآثار، في عنا كمان هيئة إدارة الكوارث والأزمات، يعني كلهم هدول في مسؤولية مشتركة عليهم.
بس ولا شيء ولا اي مبادره منهم؟ لا لا، نحن مش ما نقول ما في ولا مبادره. يمكن الاضاءات اللي عملتوها بهاليومين الثلاثه وهالفتره اللي صار من 17 تشرين لليوم خلت الاضاءات تنفضح بعض الامور صراحه. اليوم اللي بتخلي انه هذه المؤسسات مع المجتمع المدني، يعني نقابه مهندسين مثل ما قال الى جانب تقوم فيه على المستوى الاستشاري، المسؤوليه القانونيه لشكل مسؤوليه مشتركه، يعني عبر هذه المؤسسات ويجب ان توضع قدام مسؤولياتها، لانه مثل ما قال اذا في 63 معلم اثري ممكن ان يؤدي الى الانهيار لابد من انه الاهمال طبعا الاهمال في مساءله عليه وفي مسؤوليه تقصيريه بالمعنى القانوني ويحاسب ويسال كل من. انتم مستعدين تتابعوا بهالموضوع؟ نعم صحيح. وتروحوا للاخر. انا اللي بدي اقوله بعد المشاهد اللي حطيتوها صراحه هي نموذج بسيط عما يحدث في قلب طرابلس وفي شوارع طرابلس وفي داخل طرابلس اللي شفناها هلا هي المشاهد. انا بدي اقول في شغله وجهها لكل اللبنانيين، رساله كرامه الانسان واحترام الانسان. فنحن وقت بنحترم كرامه الانسان بنكون عم نحترم كرامته بالحريه، كرامته بالوجود، كرامته بالعيش الكريم. فهذه الرساله موجهه لكل اللبنانيين بالدرجه الاولى المسؤولين الرسميين وايضا المجتمع المدني. نحن بنعتبر انه المبادرات يجب ان تتضافر، فبننظر الى الانسان كانسان، ما ننظر الى الانسان كانه هو بحاجه لإلنا. فما نطلع من ثقافه اتباعيه ومنذهب الى ثقافه احترام كرامه الانسان، طفل كان ام شاب ام كهل ام ويلي اغلبيتهم عم بيطلبوا عمل على فكره، مش عم بيطلبوا مصاري. نعم بدهم العيش، مش عم يشحدوا الحد الادنى من العيش الكريم. فنحن شركاء في المسؤوليه من مؤسسات مدنيه ومن دوله ومؤسساتها وحكومي ونواب ووزارات، كلنا مسؤولين انه هل نحن مؤمنين باحترام كرامه الانسان في هذا البلد. انا بقول اذا احترمناها صدقا وقولا وعملا نكون قد ذهبنا في الطريق والمسار الصحيح. لانه كل المشاهد اللي عم تشوف فيه هي نوع من الاذلال للانسان. بس استاذ محمد، يعني القانون دوره كبير بهالموضوع، يعني اليوم القانون مثل ما كنا عم نحكي استاذ بشير، يعني القانون اذا تابع وحاسب حتى الاهمال، يعني يمكن هون بيصير في الانسان بيرجع بيفكر مره ومرتين قبل ما يترك الامور تسوق هالقد. ما بتوافقنا استاذ باشي؟ اكيد انا هون لابد، معلش استطرادا في شغله انه اذا ما قلتها راح يمكن تخنقني. اليوم اذا بنحكي بس عن مرفق طرابلس، ليش كل التركيز فقط على مرفق بيروت؟ التركيز فقط على مرفق بيروت عم يعمل زحمه سير بكل العاصمه وحوالي المرفق وعلى طريق البقاع، اضافه لما يسمى باحزمه البؤس حوالي العاصمه. وقت اللي بيشتغل مرفق طرابلس بيصير ابن طرابلس وابن عكار في يشتغل بكل كرامه هون من دون ما ينزح باتجاه العاصمه. اضافه بهذا الاطار، من كذا سنه انا طلبت من مجلس الوزراء انه ينشا نفق عينات الارز يلي بيرفط محافظه الشمال بمحافظه بعلبك الهرمل، وبالتالي وصل البقاع بمرفق طرابلس، مش بس كرمال انه يعني موضوع بس عينات الارز، لا موضوع كثير ابعد من هيك، لحتى نخلق فرص عمل اكثر لمرفق طرابلس، لحتى كمان نوفر على ابن البقاع ولا سيما البقاع الشمالي موضوع التنقل من مرفق بيروت للبضاعه تبعيته للاستيراد. يعني اتكلنا على حضره النائب استاذ بسام، بس يعني عفوا استاذ بشير، لانه عندنا شخص مغترب امين وهاب تكفل بانه يجيب الموتوسيكل للشخص اللي كان مع الا، يتكفل كمان بانه يامن له كل الامور يلي هو بحاجه لها ليرجع ينطلق ويشتغل ويكمل بكل كرامه. مشكور، تحيه لكل المغتربين اللبنانيين من قطر الاستاذ امين وهاب، تحيه لك، مشكور، شكرا لانه عم بتتابعونا، وشكرا لانه عن جد على كرمكم وعلى محبتكم للبنان حتى انتم ببلاد الاغتراب. كثير عم يوصلنا اتصالات من الخارج، هيدا الشيء بفرحنا كثير وعن جد بيسعدنا، ولكن كلها بعدها مثل ما عم نقول حلول مؤقته. استاذ بسام قد ايه مهم هالموضوع؟ لاقصى الدرجات اللي عم يتفضل فيها هلا سعادته، بالعكس نحن بنأكد انه ال 500 ميت اللي هن كل عمرهم بيحكوا فيها بطرابلس من مرفق لمطار لمصفاي لمعرض لمنطقه اقتصاديه خاصه، هالكومبينيشن اللي هو موجود بيغني طرابلس بكثير امور. مش بس طرابلس بفتكر، يعني عم نحكي عن كل المنطقه كل الشمال 100%. طرابلس لما بتكون هي عبء على الدوله هي حتكون هي مشكله للبنان،
بدنا طرابلس تكون هي رادف للدولة، هي مشجع للدولة، هي مشجع للاقتصاد اللبناني. أكيد. ما يكون عبء على الاقتصاد اللبناني. بدنا الدولة اللي قصرت يمكن بفترة معينة ترجع تعوض عن 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 هالتقصير اللي موجود اتجاه طرابلس واتجاه طرابلسيين واتجاه الشمال كلياته سوا. ونحن حقيقة عم نعول على هالوعي اللي هو عم يطلع ومن هالمطالب اللي عم تطلع بطريقة راقية مثل برنامجكم اللي عم تتفضلوا فيه. أكيد الكل بيعرف من سياسيين ومن حكومة، بس أكيد نحن مستعدين كمجتمع مدني كنقابات موجودة إنه نقدر نأمن كل الملفات اللازمة لحتى نقدر نساعد اقتصادنا على النهوض. نعم. رح ننتقل لعند ألا كمان، بفتكر بعد عندك حالات. ألا عم نعم. تسمع قد ايه عم يوصلنا مساعدات؟ عم بتشوف قد ايه عن جد الناس عم يتفاعلوا؟ شو بعد عنا لليوم؟ رح اختصر بشكل سريع. يمكن معي كمان اب لطفل معه توحد، معه كمان يعني كمان كهرباء براسه، معه كهرباء ومعه توحد ومعه شلل دماغي وعنده ربو. شو اسمه؟ اسمه ظافر جبخنجي. طب ظافر بيطلع له وزاره او بطاقه من وزاره الشؤون؟ اه بطاقه وزاره الشؤون. شو بتقدم له؟ ما بتقدم ولا شيء البطاقه. نعم. طلعنا لنقدم. انت اوضاعك الاقتصاديه ما بتسمح لك انك تفوتوا على مدرسه خاصه، تعنى في ادوات؟ ما عاد قادر اعمل شيء لابني، لا لا الوضع البلد على الاخر بقرف. مني قادر لا احطه بمدرسه ولا قادر اعمل له اي شيء. الصبي عنده علاجات فيزيائيه وعنده علاجات نطق، والصبي عنده دواء دايم هو وامه، امه مع كهرباء، وهذا الصبي منكم مثل ما كون شايفينه. انتم كمان فيكم تساعدوا، سوري شو اسمه مره ثانيه؟ ظافر. ظافر فيكم تساعدوا ظافر بالاتصال بفريق ام تي في لنعطي ظافر فرصه يعيش بكرامه مع اهله مثل اي طفل يعاني من هذا التشخيص. طبعا عنده عده حالات طبيه. خلينا نستقبل كمان حاله جديده بسرعه كمان لنكون. تفضل. قلت لي انه بيتك فات عليه المي كله بهذه العاصفه، جيت لعنا قلت لي ما بقى عندك بيت، كل الادوات كله راح. نعم. شو طلب من الدوله اللبنانيه؟ شو طلب من ما بعرف انت اليوم عندك شغل؟ شو بك سؤال؟ ما عندي شيء، من حقي يكون عندي وظيفه لالي، من حقي يكون عيش مثل اي انسان مواطن. انا وضعي على الارض على الاخر. انا لحقلك، انا عبشي كله، انا المي صارت لعند صرت بطني هون، وانت شب بعينك الم. انا فرجيتك الفيديو وشفته. نعم. شفته كله. اسم الكريم؟ اسمي عبد الله. عبد الله ما عندك شغل هلا كمان؟ لا ابدا، لا وظيفه ولا شيء. الي هلا 14 سنه متزوج، بعدني لهلا عم مكسور. نعم. ولد عندك؟ عندي اربع اولاد. اربع اولاد. نعم رانيا، خلينا نتابع لانه عم يجينا كثير اتصالات. مشكورين كل الناس اللي عم بتصلوا فينا للمساعدات، اكيد رح نعطي هيك مثل جرده شوي بالاخر. استاذ بشير سريعا بدك تختم بفكره. بشكركم اول شيء على الاضافه، وبالنهايه انا كابن طرابلس وكمحافظ ببعلبك الهرمل ما فيني الا ما يعني نأكد ونذكر مرة تانية بأبناء طرابلس اللي استشهدوا ببعلبك الهرمل بوجه الإرهاب من أبناء المؤسسة العسكرية. ما فيني إلا ما أتذكر كمان أبناء بعلبك الهرمل اللي استشهدوا على أسوار طرابلس بمعركة نهر البيرد كمان المؤسسة العسكرية. فنحن يعني ابن طرابلس استشهد ببعلبك الهرمل، وابن بعلبك الهرمل استشهد بطرابلس، وهيدا لبنان. وما في أنا بالنسبة لي مش في منطقة يعني مش عم نحكي بحقوق طرابلس على حساب أي منطقة تانية. إن شاء الله هلا ابن بعلبك بيساعد بعمار طرابلس. سريعا لانه كوارث عم بتصير بالبيوت اليوم. عم بيصلنا كثير شكاوى، بيوت عم بتفوت عليها المي، عم بتطوف، عم تتصدع. يعني استاذ بسام، شو دوركم؟ شو فيكم تعملوا؟ يعني في عن جد كوارث برا. برجع باكد من دورنا كنقابات، النقابات انوجدت عمليا يعني 100%. النقابات حقيقه انوجدت هي بالتعريف الاساسي لحتى تقدر تنظم المهنه. نعم. حقيقه طور عملها بشكل فظيع جدا. مش بس عم احكي كنقابات، عم احكي كاتحاد نقابات المهن الحره، انه نحن بالنهايه حنكون الطرف الاستشاري للدوله. نعم. نحن مستعدين نكون نوع من الملفات، نحن مستعدين نكون الاستشاري الاول. استاذ محمد، عملوا مركز المساعده القانونيه، ممكن تقدروا تعملوا مركز من هالنوع ليتواصلوا معكم بشكل مباشر المواطنين؟ اكيد اكيد. وانا قلت لك نحن قبل عم نتواصل مع البلديه، وصار في عنا كثير من الاتصالات. نعم. لفنا لجان من ناس متطوعين، مهندسين اخصائيين، لحتى نكون نحن عم نروح نكشف ونقول. نعم. كيفيه عمليه الترميم. كلمه اخيره استاذ محمد. طبعا بشكركم مجددا، وباكد من خلال سؤالك او تساؤلك حول موضوع المساءله. اليوم المساءله مطلوبه على مستوى الحراك او الانتفاضه،
نحن عملنا على مستوى نقابة المحامين، قدمنا اشتغلنا على مدى أسبوعين ورشة عمل حول اقتراح قانون بإنشاء المحكمة الخاصة بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وانتهينا من اقتراح القانون سنقدمه وفقا للأصول. بس أنا بدي أقول عنوان كبير، بأي بلد إذا المسؤول لا يسأل والمساءلة لا تتخذ بحق من يقصر أو يخالف، فبالتالي نحن ما منكون عم نبني دولة. نعم. بالعكس نحن بحاجة حقيقة مكافحة الفساد تبدأ من المساءلة. نعم. مساءلة على كل المستويات، بس مش بس باسترداد الأموال المنهوبة. وأنا بدي أختم وأقول أنه نحن كنقابة محامين معنية بكرامة الإنسان. نعم. بالكرامة الإنسانية، ولهالسبب فاتحين أكثر من ورشة عمل بهذا الاتجاه على مستوى كل الشمال. نحن منعتبر الإنسان نحن مسؤولين عنه بكرامته وبالدفاع بالوقوف إلى جانبه بغض النظر إذا كان مرتكبا أم لا، لأنه من حقنا من واجبنا أن نكون إلى جانبه بتقديم المعونة القانونية والمعونة القضائية، لأنه نقابة المحامين إذا تخلت على إنسان عن إنسانيتها. نعم. وعن دورها الوطني ما بقى بتكون نقابة محامين. على كل حال وجودكم اليوم ببين عن أكيد انفتاح قرب من الناس وعن تعاون كتير كبير. أهلا وسهلا فيكم أستاذ محمد مراد نائب المحامين، أستاذ بسام زيادة نائب المهندسين، وسعادة محافظ بعلبك بشير خضر. شكرا لك، مساعدات كتير عم توصلنا. تابعوا اتصالاتكم على 03-112-888. مشكورين كل الأشخاص. نحن رح نتابع بعد هالوقفة.